السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الموريتاني بعد ساعات من إنهاء الرئيس زيارته للمملكة العربية السعودية. الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية يستعرض حصيلة نشاطاته خلال الدورتين البرلمانيتين المنصرمتين. العشرات من أهالي السجين السلفي صالح والمحمد يحتجون أمام السجن المدني بنواكشوط تنديدا بعدم إطلاق سراحه. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. عقد مجلس الوزراء الموريتاني اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط ساعات بعد عودة الرئيس من المملكة العربية السعودية، حيث شارك في أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الأمريكية اللاتينية. ويأتي الاجتماع بعد أيام من افتتاح الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2015 و2016. استعرض الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل استعرض النشاطات التي قام بها خلال الدورتين البرلمانيتين المنصرمتين. وقال الفريق البرلماني خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الجمعية الوطنية بنواكشوط إنه تقدم بمساءلات شفهية لوزراء الحكومة شملت البيئة والاقتصاد والمياه والتعليم، وإضافة إلى تنظيم رحلات للتفقد والاطلاع على أوضاع المواطنين في نواكشوط وفي الداخل. قام أعضاء الفريق بالعديد من المداخلات خلال الدورتين شارك فيها 14 عضو من أعضاء الفريق البرلماني على مستوى الغرفتين. نظم الفريق رحلة التفقد والاطلاع على أحوال المواطنين شملت ولاية قرقل الحوضين والعصابة. كما نظم الفريق زيارة المناطق المنكوبة بفعل الأمطار في نواكشوط واختتمها بتصريح إعلامي يتضامن مع الساكنة ويدعو لحل مشكلتهم المزمنة. وقد تميزت هاتين الدورتين مشاركة قوية من قبل نواب الفريق في نقاشات اللجان الدائمة بجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقد عكفنا على تجميع معطيات عن القطاعات الحيوية وتحديد وبرمجة عدة أسئلة شفهية ومكتوبة تركز على مجالات اهتمام المواطنين وواجب الرقابة على الحكومة. دعا الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أحمد سالم البحبيني الشباب الموريتاني إلى النهوض من أجل فرض تغيير سلمي. وأضاف البحبيني خلال ندوة نظمها المنتدى حول دور الشباب في ترسيخ الديمقراطية إن موريتانيا تعاني غياب الشفافية والحكامة الرشيدة والمساواة في الفرص. إن مشكلتكم ومشكلتنا جميعا هي غياب الشفافية والحكامة الرشيدة والتسيير المعقلن والمساواة في الفرص، مما يستدعي منكم النهوض لفرض تغيير سلمي يتطلع إليه الموريتانيون بكل ألوانهم وجهاتهم ومواقفهم. أيها الشباب، ها هو المنتدى يدعوكم لدعم ركبه، عساه بإرادتكم وقوتكم يطوي صفحة الظلم والكبت والتهور السياسي والسيطرة الجائرة على السلطة. عساه بإرادتكم وقوتكم يطوي صفحة الظلم والكبت والتهور السياسي والسيطرة الجائرة على السلطة. عساه وإياكم يرسم خريطة مستقبل أفضل لبلادكم المنهوبة اقتصاديا والمنكوبة سياسيا والمهددة عرقيا. وانتقد البحبين ما سماه التغييب المتعمد للشباب في موريتانيا، معتبرا ذلك سببا من الأسباب التي قال إنها وراء ما سماها المشاكل القائمة اليوم. شبابنا العظيم، هل تعلمون بأنه يمكن القول اليوم أن من أسباب المشكل في موريتانيا تغييبكم المتعمد عن ساحة العمل النضالي؟ فإذا ما نظرتم إلى العالم من حولكم سترون أن كل التحولات الكبيرة كانت بسواعد الشباب، وأن كل انعتاق كان وراءه الشباب، وأن كل ديمقراطية كانت بإرادة الشباب. دعونا نأسف أمام ظاهرة البطالة المتفاقمة، وأمام المنح الهزيلة، وأمام طوابيركم الباحثة عن تأشيرات عند أبواب السفارات الأجنبية،
وعن طوابيركم المستجدية أمام وكالات التشغيل، إنها مسألة باتت غير مقبولة، لأنها ببساطة لا تعبر إلا عن تهميشكم وقتل المبادرة لديكم. من ناحية أخرى، ينتقد بعض المتابعين للشأن الشبابي في موريتانيا ما يسمونه هامشية حضور الشباب في الشأن السياسي بالبلد على مستوى الأحزاب السياسية الموالية منها والمعارضة، وكذا على مستوى الوظائف الرسمية في الدولة. نتابع. ميثاق وطني للشباب وقبله بأسابيع مرسوم رئاسي بتعيين أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب، وخطابات رسمية من حين لآخر تحث على محورية دور الشباب في النهوض بالتنمية وضرورة الاهتمام به. عوامل أعادة الحديث عن الشباب في موريتانيا إلى الواجهة من جديد، وهو الذي لا يتذكر في الغالب إلا في بعض المناسبات الخاصة. فحضور الشباب داخل الأحزاب السياسية الموريتانية الموالية والمعارضة يقول البعض إنه هامشي، بحيث لا وجود لهؤلاء في مراكز القرار، ودورهم في الغالب دور متبوع لتابع أكبر هو الحزب السياسي. وعلى المستوى الرسمي يشكو الشباب من عدم إشراكهم في دوائر القرار المركزية التي تمكنهم من إسماع أصواتهم وتقديم مقترحاتهم بما يخدم التنمية ويدعم ترسيخ الديمقراطية. وتواجه الشباب الموريتانية تحديات عديدة في مقدمتها البطالة، ورغم عدم وجود إحصاء رسمي بشأن نسب البطالة بالبلد، فإن العشرات وأحياناً المئات من حملة الشهادات العاطلين عن العمل يحتجون أمام القصر الرئاسي بنواكشوط أو أمام الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب. بعض هؤلاء حصل على فرصة عمل فيما بات يعرف بدكاكين أمل، لكن ذلك لم يمنعهم من الاحتجاج على ما يعتبرونها حقوقا ظلت ضائعة، وبعضهم الآخر آثر الهجرة بحثا عن لقمة عيش كريمة، وقليل منهم لا يزال متمسكا بالاحتجاج كوسيلة تعبير سلمية عن مطالب يعتبر نفسه محقا في الحصول عليها. واقع يعتبر من بين أبرز الأسباب التي تجعل الشباب عرضة لأن تتلقفهم مسارات أخرى قد لا تكون إيجابية، لكنهم يرونها أحيانا ردة فعل طبيعية على ما يسمونه التهميش. وجه المسعى المدني المستقل من أجل الحوار دعوات إلى الكتل السياسية الموالية والمعارضة في موريتانيا، يدعو فيها إلى عقد لقاء بمقر الهيئة الوطنية للمحامين يعرض خلاله نتائج جولته الأولى من الوساطة بين الأطراف، ويتم خلالها تبادل الآراء بشأن الحوار. وتأتي هذه الدعوة بعد أيام من انتهاء المسعى لقاءاته الأولية بمختلف أطراف المشهد السياسي الموريتاني، بحثا عن توافق يضمن مشاركة الجميع في الحوار المرتقب. نتابع المزيد في هذا التقرير. هل يجمع المسعى المدني الطيف السياسي موالاة ومعارضة في لقاء يقول المسعى إن الهدف منه تقريب وجهات النظر بين الأخوة الأعداء سياسيا؟ خطوة المسعى يقول المراقبون إنها لا تعد محاولة لتحريك الساحة السياسية النائمة هذه الأيام، بعد سلسلة لقاءات أجرها قادة المسعى مع الوزير الأول وقادة الموالاة والمنتدى والمعاهدة في الأيام الماضية، في ترقب لنتائج الدعوة التي يعول عليها الرأي العام الموريتاني في تقريب الفجوة بين الفاعلين السياسيين في البلد، مع انتصار سياسة الحذر والحذر المضاد داخل دهاليز المنتدى والأغلبية، في انتظار لمن سيكسر حالة التوجس والخوف الدائرة بين أقطاب سياسية لم تجد بعد ضالتها نحو الحوار المنشود. وسط نداءات المسعى والمجتمع المدني للخروج من عنق الزجاجة والتحرك نحو الحوار لإنقاذ البلاد من أزمة سياسية توالت عليها فصول السنة دون تغيير أو جديد. إلى الشأن الفلسطيني، حيث تسبب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية لمسيرات خرجت في بعض المدن الفلسطينية في الذكرى 11 على رحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، تسببت في إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي. نتابع في هذا التقرير.
أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي وحالات الاختناق خلال المواجهات العنيفة التي أعقبت قمع قوات الاحتلال الصهيوني لمسيرات خرجت ظهر الأربعاء لإحياء ذكرى 11 لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وقالت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تعاملت اليوم مع أكثر من 194 إصابة، من بينهم 25 بالرصاص الحي و84 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مجمل المواجهات التي اندلعت في الضفة الغربية المحتلة. وأصيب 18 شابا بالرصاص الحي، من بينهم إصابة حرجة في الصدر، و29 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عقب وصول مسيرة مركزية دعت لها القوى الوطنية باتجاه حاجز مستوطنة بيت إل المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة ومنطقة جبل الطويل. وفي الوقت ذاته اندلعت مواجهات بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني عند حاجز عطار العسكري شمالي مدينة رام الله، أصيب خلالها شابان بالرصاص الحي والعشرات بحالات الاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت بين طلبة المدارس وجنود الاحتلال عند مدخل قرية النبي صالح غربي المدينة. وإلى الجنوب من الضفة الغربية المحتلة، هاجم جنود الاحتلال مسيرات طلابية خرجت في بلدة دورا ومخيم الفوار جنوبي المدينة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات هناك أصيب خلالها 16 شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات الاختناق، فيما اعتقل جنود الاحتلال خلال المواجهات شابا بعد نصب كمين له. وشهدت قرى وبلدات عدة في مدينة الخليل مواجهات عنيفة عند مدخل قرية بيت عنون شمال شرق المدينة ومخيم العروب وبلدة بيت أمر ومنطقة جسر حلحول شمالا، في الوقت الذي أغلقت فيه قوات الاحتلال مداخلها بالحواجز العسكرية. احتج العشرات من أهالي السجن السلفي صالح والمحمد وبعض الحقوقيين أمام السجن المدني بن واكشوط تنديدا باستمرار اعتقال ابنهم بعد انتهاء فترة محكوميته، وطالب المحتجون بإطلاق صلاح والمحمد دون فرض غرامة مالية عليه كما حصل مع سجناء سلفيين سابقين. هذا وقد وقفت عناصر من الحرس عددا من الصحفيين من بينهم فريق قناة المرابطون قبل أن تطلق سراحهم لاحقا. تعيش بعض مقاطعات العاصمة نواكشوط منذ أيام على وقع موجة عطش جراء الانقطاع المتكرر للمياه، ويصاحب هذا الانقطاع أحيانا انقطاع آخر للكهرباء. وقد أثارت هذه الانقطاعات المتتالية امتعاض العديد من الساكنة المتضررين وطالبوا الجهات المعنية بضرورة إيجاد حل لها. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. تعاني بعض مقاطعات العاصمة نواكشوط منذ أيام من العطش جراء الانقطاع المتكرر للمياه، ما دفع البعض للبحث عن إيجاد بدائل تكون أحيانا عبر شراء قنينات مياه جاهزة علها تساعدهم على مواصلة حياتهم اليومية. ما رأينا قطرة قاعد تنبع، ولا واحدة في الربائن ولا واحدة في المبركات، وانا من نفسي اضطريت الشاشه عندي سبكاوي من عطش نفسي، شريت كيس من فيان ب 1450 وقي، هو اللي بايتي نتوضا وبيه ونشرب وبيه ونصبوا به. سمعت ولا عرفنا الازمه ناتجه عناش، ونعرف انه متضرر من هالبكاين والتضرر. فيما يقول البعض الاخر ان المياه حينما تعود تكون ملوثه في الغالب، كما ان انقطاعها يتزامن احيانا مع انقطاع اخر للكهرباء. هذا الماء الأسبوع مقطوع عنا، ومنين يجي شوف إذا نشربوا أحمر ما يقد يشربوا مريض، كل نهار ظلوا نشربوا باش فيها، ما عند حد سوقهم، اللي عنده سوقهم فراق فطول، ولا ما عنده بسكن سوقهم مات، ولا قد سوى الحد عنا والله، وكل ليلة مقطوع عنا، الحام نخسر وحوت نخسر، والشوارع اللي احنا عليه هو، والعبد العزيز من نفسه خاض من الشارع لانتخابات له ولا دور الرئاسه، وحصرت عليه الدنيا هون، وقالت له وقال لهم انا ما كنت شاكنكم انا بدكم، وذا يدور يتغير عنكم في اسرع وقت، ومنها ما قد تسولوا عنا. انقطاع جعل ساكنه الحي هنا يتوافدون الى خزان المياه الوحيد الموجود في الحي بحثا عن المياه، وفي انتظار أن تجد الشركة الوطنية للمياه حلولاً لمشاكل المياه، تبقى ساكنة العاصمة نواكشوط بحاجة لعودة عصب الحياة الذي لا يمكن العيش من دونه.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الموريتاني بعد ساعات من إنهاء الرئيس زيارته للمملكة العربية السعودية. الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية يستعرض حصيلة نشاطاته خلال الدورتين البرلمانيتين المنصرمتين. العشرات من أهالي السجن السلفي صالح المحمد يحتجون أمام السجن المدني بالواكشوط تنديدا بعدم إطلاق سراحه. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من النشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة والنصف تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد وتناقش موضوع الشباب الموريتاني بين التهميش والإشراك في الحياة السياسية. وفي التاسعة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. دمتم في أمان الله.